من جهتها نفت بكين وموسكو تقديم أي طلبات مساعدة أو قبولها، لكن رغم ذلك قال مسؤول أوروبي أن الكتلة ليس لديها حتى الآن أدلة دامغة لدعم مخاوفها. ومعنا من بوسطن الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد التكنولوجيا في الولايات المتحدة. أهلا بك دكتور. دكتور، هناك تحليل أوروبي يشير إلى أن الصين قد ترسل أجهزة تقنية لمساعدة بوتين. يعني بداية، ما دقة هذا التحليل وكيف ممكن أن تساعد فعليا الصين بوتين في هذه الأزمة؟ هو بلا شك النقطة المهمة، لا أعتقد أن الصين ستقدم على ذلك ولا أن روسيا بحاجة إلى ذلك، ولكن هي النقطة الحقيقية هي أن أمريكا توصلت لنقطة أنها مسيطرة سيطرة تامة على صناعة الإلكترونيات في الصين الآن، والصين رضخت لذلك، ولذلك الصين تفهم تماما أنه ما حدث منذ أول من 1 فبراير سنة 2021 إلى اليوم الولايات المتحدة تسيطر تماما على جميع مصانع المايكرو بروسيسورز الرقائق في الصين كلها. يمكن لأمريكا أن توقف إنتاج أي مجموعة داخل أي مصنع فيها، فلذلك ما قامت به أمريكا حتى اليوم منذ 1 فبراير 2021 إلى اليوم هي أنها أقفلت كل إنتاج المصانع بدقة أقل من 20 نانومتر. أصبحت فقط التكنولوجيا الأقدم من 20 نانومتر هي ما تنتج في الصين اليوم. بضغطة بكبسة زر واحدة أمريكا ممكن تعيد تدفع الصين بعيدا إلى تكنولوجيا أقدم، إلى تكنولوجيا 70 نانومتر، يعني تقريبا تكنولوجيا التسعينيات 1990، ممكن تفعل ذلك، وهذا هو التهديد، والصين تعي ذلك وترضخ لذلك. فلذلك أعتقد أن الهدف الرئيسي من تهديد أمريكا في هذا الموقف هو أن تطلب من الصين عدم التجاوب مع التعامل المالي مع المصارف والنظام المصرفي الصيني لكي يحل أزمة روسيا في يعني الحرب. هذا ممكن يفسر لنا دكتور لماذا حتى الساعة موقف الصين يعني رمادي بأزمة أوكرانيا وروسيا؟ صحيح، هذا تماما هو الحال. وأمريكا بنفس الوقت كمان، أمريكا متفهمة، هي تدفع في وراء الكواليس ولكن في الأمام تحاول أن تضع بعض المحليات، كما أول أمس أعلنت أنها رفعت الحظر عن 320 منتج صيني كان ترامب وضع عليهم جمارك إضافية عقابية. فهذا هو يعني أمام العلن وأمام الجمهور الصيني أمريكا تعطي شيء، تتنازل عن شيء في التفاوض مع الصين. نعم، يعني أيضا كان هناك تحذير أمريكي لافت يعني خلال اجتماع القادة في بروكسل للصين، بتحديدا موضوع كما ذكر دكتور بمد يد العون والمساعدة لروسيا في المجال التقني. يعني ممكن اعتبار أن الصين لن تساعد، إذا بدنا الجواب طبعا يكون واضح وصريح، لن تساعد برأيك روسيا ولن ترسل لها الرقائق، يعني حفاظا على نفسها يعني، ولا تساعد نفسها حتى مثل ما ذكرت ما تخلي أمريكا ترجع الصين إلى عام التسعينات من ناحية التكنولوجية. صحيح، هذا صحيح، ولكن ما تخشاه أمريكا هو الدعم المالي، دعم النظام المالي الصيني للنظام المالي الروسي. طب دكتور، يعني إذا بدنا نحكي تقنيا، الصين ما عندها القدرة أن أيضا يعني تقوم بإنتاجات مشابهة، يعني لتستطيع أنه ما بقى تكون تحت جناح الولايات المتحدة، أم حاليا بسبب أزمة كورونا ومعاناه العالم ليس لديها القدرة حاليا؟ كورونا لا علاقة لها بهذا على الإطلاق، هذا كله تماما، هذه سيطرة تامة أمريكية على هذا القطاع من الصناعة في العالم، ولذلك لا أرى أي فرصة للصين قبل 10 سنوات من الآن. طب كيف سمحت الصين دكتور للولايات المتحدة بالسيطرة على هذا الأمر يعني لم تكن تدري؟ إن إحنا هلأ السياسة كثير عم تقول لم تكن
نعم من بوسطن الدكتور. لا أحد في التكنولوجيا كان يدري بهذا من قبل إلا الناس داخل الصناعة. احنا شاهدناها حين سقط الاتحاد السوفيتي، فلذلك بدأ اتخاذ خطوات للسيطرة على نظام التصنيع، ما يسمى كمبيوتر ايديد انجينيرينج، لكي لا يتم تسربه كما حدث من قبل الاتحاد السوفيتي. نعم من بوسطن الدكتور نايل الشافعي، شكرا جزيلا لك.